شهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اليوم انطلاق فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية الذي تنفذه الوزارة خلال الفترة من 13 وحتى 16 من مارس الجاري بمقر دار الهيئة الهندسية. نتابع. مبادرة النهاردة مهمة جدا، عشان أوصف الموضوع من خلال هذه المبادرات كمان رؤيتنا للتعامل الشبابي هي رؤية شرايح منفصلة ثم التوصيل العرضي وصولا لمستهدف، بمعنى ان في لغة التسويق واللي بيدرس كوميونيكيشنز في حاجة اسمها الماركتنج سيجمنتيشنز او التجزئة السوقية. التجزئة السوقية نقسم كده السوق لشرايح، والشرايح دي بيكون فيها جماهير مستهدفة فيها توافقات يا اما ديموغرافية يا اما سكانية، يعني يا إما جغرافية يا إما ثقافية يا إما مستوى، يعني فيها تقسيمات كتير، وبنخاطب التارجت اودينسز أو الجماهير المستهدفة بلغات يعني تتفق مع اللي بنسميه برضو بلغة التسويق الديماندز واللونز والنيدز بتاعته، الحاجة والرغبة والرؤية اللي موجودة. فالشرايح الشبابية في اللي بنتعامل معها بتعمل مع طبقات المجتمع كلها، طبقات المجتمع من الشباب، في كيانات شبابية كتيرة جدا 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 بنتعامل معاها، أدواتنا من المؤسسات كتيرة عشان أنتوا كطلاب وشباب تعرفوا عندنا مراكز شباب، ومراكز الشباب موجودة مهتمين بيها جدا وهنهتم بيها، تمام، القيادة السياسية بالشباب وبالمؤسسات كلها للتطوير لا حدود لها، لارتباطها بتطوير مصر اللي الرؤية القيادة السياسية فخامة الرئيس رؤيته لتطوير مصر لا حدود لها، يعني عايز مصر دي زي ما سيادته قال يعني هي هتكون قد الدنيا كلها، وده على الواقع العملي اللي شايفينه في الجمهورية الجديدة ومع التحديات الكبيرة والكتيرة اللي انتوا بتدرسوها كطلاب إعلام. في مجال الإدارة عندنا بنعمل على تأهيل القيادات الشبابية في جميع المجالات، من ضمن هذه المجالات المجال الإعلامي، فملتقى القيادات الشبابية الإعلامية بيهدف إلى تنمية الشباب إعلاميا وتوعيتهم في جميع المجالات من أهمها المجال الإعلامي، بمعنى إحنا جايبين لهم المتخصصين وكبار المتخصصين في هذا المجال عشان يؤهلوهم ويضيفوا لهم ويضيفوا لخبراتهم حاجات تفيدهم فيما بعد لما يبقوا صحفيين وإعلاميين ومذيعين وخلافه. يعني النهارده الملتقى الأول للشباب الإعلاميين، دي مبادرة من وزارة الشباب والرياضة الحقيقة، بينتهج ونهج كل المؤسسات الحكومية، تكلفات رئاسية بالاهتمام بالشباب، وحضرتك أدري مني بالموضوع ده، فبدأ يبقى ندور على إعداد قيادات في كل المناحي. فالنهاردة الحقيقة بنتكلم على الإعلام، لأن الفترة الأخرانية التكلفات اللي عندنا كلنا كجهات مؤسسات حكومية الاهتمام بتنمية الوعي وبناء الشباب. تنمية الوعي، لو بتكلم عن تنمية الوعي النهاردة فأنت بتتكلم على الإعلام أخطر مفتاح لقضية الوعي. واحد، إن أنا لازم أنشر المعرفة الصحيحة الصادقة من مصدر موثوق. اتنين، إن أنا أتصدي للأكاذيب والشائعات الكاذبة. فكل شغل إعلام، فبصمة الإعلام واضحة جدا. ده كانت مبادرة حقيقية من الدكتور أشرف صبحي والشباب الجميل اللي شغالين معاه في الإعلاميين. واحد من أهم المؤتمرات في تقديري بالنسبة لشباب الإعلاميين، لأنه يندر أن يكون هذا التجمع الكبير موجود بشكل أساسي، وأن يكون هناك محتوى أيضا بهذه الجودة والدسامة، وده جهد تشكر فيه وزارة الشباب اللي دايما في الحقيقة بتروح ناحية المنطقة اللي بتكون الشباب بشكل أساسي. يمكن التكوين في مجال الإعلام كان متأخر شوية نظرا لوجود يعني عدد كبير من الكليات، ونظرا لوجود نقابة أيضا للصحفيين ونقابة للإعلاميين، لكن في تقدير إن ده دور أيضا مش مطالب من وزارة الشباب تعمله، لكن أن تقدم عليه في تقديري في هذا التوقيت هو أمر مهم جدا، لأنه صناعة الكادر الإعلامي أصبحت أمرا ملحا في المربع الوطني.